بيبقى من الرواية، شو بيبقى من الشجر، شو بيبقى من الشوارع، شو بيبقى من السهر، شو بيبقى من الليل، من الحب، من الحكي، من الضحك، من البكي، شو بيبقى، شو بيبقى، شو بيبقى لحبيبي، بيبقى قصص صغيرة عم من الملاهي، من رصيف القمر، من الناس اللي حبوا، من اللوعة، من الضجر، شو بيبقى من البحر، من الصيف، من المضى، من الحزن، من الرضا، شو بيبقى، شو بيبقى، شو بيبقى يا حبيبي، بيبقى قصص صغيرة عم بتشرب وقت كتير قصير. مروى وشدى، كارلو ومحمد بعد شوي بيودعوكن، لكن قبل ما يتوجهوا على المسرح سجلوا كلمات طالعة من القلب. الأكاديمية بتعني كتير للطلاب، فيها عاشوا أحلى أيام حياتهم وواجهوا أصعب الظروف، لكنهم صمدوا لأنه سلكوا طريق النجومية اللي بتتطلب تضحيات. عشتوا معهم لحظات الصعود والانكسار. لا عايزة أكلم ماما. حسستوا مشاكلهم. توحشت كمان ماما. تأثرتوا لتأثرهم. انوجعتوا لوجعهم الإنساني. اليوم المشوار ما عاد ينقاس بالأيام إنما بالساعات. الطلاب حضروا شنط السفر وبلحظات الوداع نسيوا الضغوط الكبيرة وحسوا إنه تعلقهم بهالمكان كتير كبير. حاسة الأكاديمية دارنا. خايفة من برا بطريقة مو عادية وخايفة كتير من وبعدين وشو بعدين. حاسس هيك إنه ما بعرف، حاسس هيك في كأنه حرق بقلبي. مفيش حاجة في أقدر أقولها أصلا أعبر إن أنا أودع الأكاديمي، لأن الأكاديمي دي حاجة كبيرة جدا وأدتني كتير يعني. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. سكنت الحركة، وقفت الموسيقى، سكتت الأصوات. You have been the one for. بلشت الحيطان تبرد من الوحدة. مشيوا الطلاب على المحطة الأخيرة وبكل شنطة ضبوا
بحر من الذكريات. الطالب اللي عاش 7 أيام بالأكاديمية مثل اللي أمضى فيها 105 أيام بيعرف شو بتعني كل دقيقة وشو معنى يكونوا 19 شخص من 10 دول تحت سقف واحد. وحتى نعيش كلنا سوا الحكاية لآخر تكة وآخر غنية منستقبل عاصي الحلاني. عزم سيف ركس وحنجالي أحسن رجال فرس مشغول برباع الدهب رمش الزينة مكحول بالليل امدح حيلي والسيف يعزم سيف ركس وحنجالي أحسن رجال فرس مشغول اللبناني عاصي الحلاني. ومرة أخيرة منتوقف مع صفحة إعلانية وبعدها أو كارلو أو محمد أو شدا أو مروة واحد منهم نجم